السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله الحديث بالنسبة لموضوع الـ DNA extraction. تحدثنا المرة الماضية بأنه في عندنا فيز اللي هو عبارة عن أورجانيك فيز اللي بتمثل في الفينول كلوروفورم extraction، ووصلنا إلى نقطة أنه بنعمل عملية الووشنج باي إيثانول، وكذلك بعد هيك بنحصل ووشنج باي 70% الكحول، وبنعمل نوع من الديزولف بعد ما نطلع اللي هو الدي ان اي من الايثانول، او عفوا بعد ما نعمل عمليه ووشنج باي الكحول. وذكرنا طبعا في عمليه الووشنج ان ندير بالنا اذا كانت الكميه قليله جدا انه لابد احنا نحط عنا اللي هو عفوا سولت زي الامونيوم اسيتيت على اساس يقدر يعمل لي ترسيب للدي ان اي، لانه في عندي بوزيتيف تشارج في الامونيوم، تمام، هيرتبط مع الدي ان اي. على كل لو كان عندي كمية لارج الوت من الدي ان اي نو نيد نعمل بريسيبيتيشن، لانه لحاله بقول لك انا موجود ما فيش داعي تعمل بريسيبيتيشن. الشغل الثاني في هذا الموضوع الان عملنا له ديزولفينج باي تي اي. اوكي، خلينا ننتقل لنقاط اخرى على السريع لا علاقه في الميتوكوندريال دي ان اي اكستراكشن والار ان اي، نفس القضيه. اذا لما تيجي تطلع انت على الدي ان اي الميتوكوندريال فيها دي ان اي، وطبعا تحتاج الى في الحاله تستخلص اللي هو ميتوكوندريال دي ان اي. الفكره تقريبا نفسها. الان في عندنا احنا خلايا موجوده، تمام، الخلايا هذه عايزين نعملها لايسيس، يا اما نعملها بسموها هوموجينايز باي جريندينج اون ايس، يعمل عمليه تحطيم. بعد هيك ايش اللي بيحصل بعد ما تحطم الخليه؟ بتعمل عمليه سنترفيوجيشن على لو سبيد. لما بتعمل على لو سبيد الدبرس لللارج مولكيولز كلها بتنزل تحت، وبضل عندنا لقيت البيد سمول مولكيولز. الان الميتوكوندريا هنا هتضلها في السوبر نيتنت مش في البليت، تمام، هناخد السوبر نيتنت، تمام، وبعد هيك نعمل سنترفيوجيشن ود هاي سبيد على اساس احنا نعمل بليت لمين؟ لا الميتوكوندريا. اوكي، بعد هيك الميتوكوندريا بناخدها، طبعا احنا مش هنشوف ميتوكوندريا لكن اكسبكتد، تمام، مع السنترفيوجيشن عند سيرتين ار بي ام انه يحصل عندنا اللي هو بريسيبيتيشن. بعد هيك بيحصل عندنا عمليه اللايسنج باي ديتيرجنت، طبعا ممكن يكون في شويه اختلافات عن ديتيرجنت اللي حكينا عنهم في البدايه، تمام، واللي هو تريتد واي بروتينيز انزايم تو ريموف مثلا بروتينز، اوكي، والى ان يحصل عمليه الاكستراكشن. طبعا موضوع الاكستراكشن للدي ان اي، الدي ان اي بتاع الميتوكوندريا از فيري امبورتنت طبعا في حال انه احنا عايزين نعمل انفستيجيشن للبوليمورفيزم الاشخاص، عايزين نعمل انفستيجيشن لبعض من الديزيز اللي هو له علاقه في الميتوكوندريال دي ان اي جينز. وبهيك بصير عندنا عمليه الايسوليشن لهذا الدي ان اي. نفس الفكره هنا في موضوع الار ان اي، يعني لا تختلف سو ماتش عن الار ان اي عن الدي ان اي، ولكن طبعا هنا البروكوشن بتاعت السامبل ديجريديشن مطلوبه جدا جدا. ليش؟ لانه دائما البنشز اللي احنا بنشتغل عليهم فيهم كميه ار ان ايز انزيم الوت، فبتحس انه الار ان اي زي الليبايل ممكن يتعرض لعمليه ايش؟ الديجريديشن. فعلى هذا الاساس احنا لازم ندير بالنا في هذا الجانب، لانه الار ان ايز برضه شويه مش سهل انك انت برضه تعمل له ان اكتيفيشن الا بيضله موجود عندنا بشكل او باخر. طبعا هذا الامر انت ممكن انت في الحاله هذه تضيف بعض من المكونات. طبعا الكونديشن نوعا ما هيختلف في موضوع البي اتش، يعني البفرنج عندك بده يكون عندي البي اتش ابروكسيميتلي نيوترال في هذا الجانب. الشغله الثانيه انه الار ان اي بدك تضيف كمان، كما يعني اذكر في هذا الموضوع، انه بنضيف ماده بسموها اسيد جوانيديوم تايوسيانيت، برضه هذا بيساعد انه يحاول يعمل عمليه ديجريديشن للار ان ايز انزيم، تمام، في هذا الموضوع. الشغله الثانيه طبعا انت في الحاله هذه عايز تعمل عملية اكستراكشن للار ان اي، ولكن السؤال بيطرح نفسه، انت لما تيجي تطلع على الار ان اي عايز تعمل عملية ايفالويشن وتعمل عملية تقييم اذا كان في عندك اكسبريشن ما كانش عندك اكسبريشن لكوانتيتي الوت اور نوت الوت، تمام، تحتاج في الحالة تعمل عملية ايسوليشن للار ان اي ذات يو ار انترستد. يعني انا في الاول واخيرا باجي بقول تقريبا عندي 2 او 2.5 تقريبا ل 5% من الار ان ايز ماسنجر ار ان اي، تمام، من هذه الار ان اي الموجوده عندي ماسنجر ار ان اي، والماسنجر ار ان اي هذا
طبعا تنسشن عندك فوق ال 90 95% من الار ان اي عباره عن ترانسفير ار ان اي، وكذلك رايبوسومال ار ان اي. ففي الحاله هذه طبعا انت ممكن تعمل عمليه الاكستراكشن للخليه وتعمل عمليه السيبريشن زي ما ذكرنا في كونديشن مختلف نوعا ما، تمام. وهذا الكلام احنا ممكن نحاول في الحاله هذه نعمل عمليه السيبريشن للار ان اي المسنجر ار ان اي من اذر ار ان ايز موجودين عندي، هنشوف ليتر اون. اوكي، طبعا قلنا التشابه في عمليه الفصل من ناحيه الفينول اكستراكشن وهلم جره والاورجانيك سولفنت اون ذا بوتوم. طبعا بيحكي لي قديش توصيفه، هذه امور يعني مش قضيه مهمه بالنسبه لنا نعرفها لانه الفكره موجوده، لكن هي عباره عن بروسيجر تختلف باضافات معينه بشكل او باخر. الان في موضوع الار ان اي بعد ما نعمل لايسيس زي ما ذكرت انا، في عندي كميه ار ان اي الوت وكذلك عندي كميه دي ان اي الوت في الحاله هذه، لانه انت عملت اكستراكشن. ممكن انت هنا في الحاله هذه تضيف دي ان اي انزيم عشان تتخلص من الدي ان اي، او ممكن تخلي الدي ان اي. ولكن بيجي بيقول لي من الطرق الكويسه في هذا الموضوع انك تفصل ار ان اي تاعك اللي هو المسنجر ار ان اي، بيجي بيقول لي انت اعمل حسابك انه المسنجر ار ان اي متعارف عليه اللي انت بتدور عليه او اذر مسنجر ار ان اي، تمام. انا مش هقدر اخذ المسنجر ار ان اي ده فاهم ان انترستد ان لبروتين اكس او لبروتين واي، ولكن بروح بقى استخدم اللي هو كولوم. ايش يعني؟ بكون في عندي انا بيدز اللي هو حبيبات في هذا الكولوم، والبيدز هذه كوتد باي بولي تي. باي ايش؟ بولي تي. تنساش انه احنا تحدثنا في الفصل السابق قلنا عاده كل ماتشور ماسنجر ار ان اي في عنده بولي اي، تمام. فانت في الحاله هذه عايز تعمل عمليه اديشن للسوليوشن الموجود في الدي ان اي والار ان اي رايبوسومال وترانسفير وماسنجر، تمام، وتدخل هذا السوليوشن على هذا الكولوم اللي فيه البيدز، والبيدز بدورها فيها بولي ايش؟ بولي تي. طبعا انت لما بصير عندك انت ادخل هذا السوليوشن حينزل عندك اللي هو الدي ان اي، وحينزل عندك اللي هو الار ان اي سواء كان ترانسفير ار ان اي او سواء كان عندك رايبوسومال ار ان اي، ويبقى عالق مين؟ اللي هو المسنجر ار ان اي مع البولي تي الموجود عندنا. وهذا الكلام طبعا بيحصل عندنا من خلال اضافه، طبعا زي ما احنا شايفين عندنا السيلز ان سسبنشن بنعملها لايسز، تمام، بشكل او باخر بالخطوات اللي احنا عارفينهم، وبنعمل عمليه الاكستراكشن وبنعمل عمليه الفينول كلوروفورم، وبعد هيك ايش بيحصل عندي؟ تكوين هذا الار ان اي والدي ان اي. الان الار ان اي بصير له ادسوربشن على مين؟ على البيدز، تمام. في عندنا ووش ار ان اي سبلايد، يعني بنعمل ووشنج باي بفر، تمام. كل الار ان اي اللي مش مطلوب سواء كان ترانسفير ار ان اي او رايبوسومال ار ان اي او دي ان اي كله بينزل عندي انا، وبضل مين معلق؟ بضل عندي معلق اللي هو الار ان اي قلنا اللي عنده بولي اي اللي هو المسنجر ار ان اي. بعد هيك ايش بتضيف؟ بتضيف اليوت سوليوشن على اساس يعمل اليوشن، حاول ايش يعمل ديناتشريشن ما بين البيدز وما بين اللي هو المسنجر ار ان اي اللي احنا حكينا عنه. هذا مختصر الحدوته، وهذه عندي الصوره انه المسنجر ار ان اي هي عندي البيدز موجوده في الكولوم عليها بولي تي وحيشبك عليها بولي اي وحيصير في عندنا الارتباط. هذا جانب. جانب اخر الان قول اطلعنا المسنجر ار ان اي ان جنرال، او انا طلعت الدي ان اي برضه كمان وعملت له اكستراكشن. بضل عندنا نقطة الآن موضوع الكوانتيفيكيشن للنيوكليك أسيد، تمام، وكذلك كوانتيفيكيشن مع إكواليفيكيشن. الدي إن إيه طبعًا أنت في الحالة هذه بدك تعمل، شوف عندك تعمل كونسنتريشن عشان تقدر تعرف كيف تتصرف وكيف تأخذ اللي هو هذا الأمر. عادة إحنا الدي إن إيه بشكل عام أو الآر إن إيه الأفضل إنك أنت إذا في عندك كمية كبيرة طبعًا توزعه على تيوبس، تمام، بشكل أو بآخر. احنا الان اخذنا هذا الدي ان اي وعملنا له او الار ان اي عملنا له ديزولف
في داخل اللي هو التي اي، تمام. بس خلينا نطلع على الجدول عندي شويه هنا قبل ما نروح على نقطه الكوانتيفيكيشن. بيجي بيقول لي نيوكليك اسيد ستورج، انت ممكن تعمل ستورج. طبعا هو التي اي، عارفين ايش معنى التي اي؟ تريس بافر، تمام. بيقول لي برضه فري من دي ان ايز، يعني او استخدم ووتر فري من الدي ان ايز، اوكي. نفس القضيه هنا فري ار ان ايز، اذا كان انا عايز ار ان اي، تمام، او تي اي بفر. اذا فهمنا الديزولف بتاع الدي ان اي او الار ان اي ممكن يكون في خلال من خلال تي اي برضه في ار ان اي. اذا انا عايز دي ان اي ممكن احط على التي اي ار ان ايز عشان ما يكونش عندي اي بقايا لار ان اي، هذا الكلام وارد. او احط على الار ان اي بفر، على التي اي بفر دي ان ايز انزيم، ممكن يحصل، تمام. اذا يا اما بنستخدم ووتر في اللي هو ايش؟ فري اوف ار ان ايز اذا كان ار ان اي، او فري اوف دي ان ايز. بيجي بيقول لي بس انا عندي تمبريتشر معينه هنا ممكن تخزن لاربع شهور، عند مثلا درجه حراره هنا مور ذان 15 ييرز، عفوا مش على من 20 ل 25، انا شويه فيها خطا، ممكن يكون على ماينس هنا 20، تمام، على ماينس ايش؟ على ماينس 20. بس انا ايش بقول لك هنا؟ اور درايد اون كولكتد بيبر، يعني ايش هنا؟ انك انت ممكن تحطه في الثلاجه العاديه، تمام، وهو درايد. ايش يعني درايد؟ يعني انا ممكن احط على فلتر بيبر الدي ان اي تاعي وخليه موجود في داخل الثلاجه، بيحصل هذا الكلام، تمام، او تعمل له نوع من اللي هو درايد لهذا الدي ان اي. انت الان احنا بنحكي على موضوع بفر، اذا كان في عندي في بفر موجود، تمام، ممكن اخزنه في الثلاجه لثلاث من سنه لثلاث سنين، اخزنه مثلا على ماينس 20 سبع سنوات، ماينس 70 يضل طول العمر، واضح بشكل او باخر. الار ان ايز بيقول لي مش ريكومندد تعمله في درجه حراره غرفه وكذلك الثلاجه، وكذلك طبعا الدي ان اي كمان مش ريكومندد انه ينعمل في هذا الوضعيه، مش ريكومندد. الاصول يكون في عندي في ماينس 20 يا ماينس 70 اذا انت عايز تحافظ بالشكل السليم في هذا الموضوع، اوكي. هذا بشكل عام في موضوع التخزين. بعد ما انا ايش طبعا الان هذه عمليه التخزين بتكون وانت عارف انه هذا والله الدي ان اي اللي عندي التركيز تاعه كذا كذا، الار ان اي التركيز تاعه قديش، مثلا عندي مايكرو جرام بير ملي ليتر، تمام، او قديش عندي بير مايكرو ليتر. هذه اشياء انا لازم اكون عارفها من قبل. وفي نفس الوقت ايش بعمل؟ بكون عندي موجود في عده تيوبس، تمام، بكون عندي ايش؟ عده تيوبس موجوده عندي افضل للاستخدام، لانه انا هعمل عمليه تيك وان تيوب، بعض الاحيان فريز ديزولف، تمام، بيعمل ممكن يؤدي يصير في عندنا مشكل في موضوع الدي ان اي. النقطه اللي عايزين نحكي فيها كمان في موضوع الدي ان اي، انه احنا لما اخذنا الدي ان اي وعملنا له استخلاص، عملنا الان استخلاص لدي ان اي بسموه نيكد دي ان اي، يعني دي ان اي معرى، لا في عندنا بروتين هيستون ونون هيستون، نو، عباره عن دي ان اي دبل ستراند دي ان اي. هذا الكلام نحط في مخنا. نيجي لموضوع للكوانتيفيكيشن. موضوع الكوانتيفيكيشن هنا عمليه طبعا سهله مش محتاجه فلسفات، انه بنعمل عمليه ميجرمنج للابسوربنس بتاع الدي ان اي على سيرتين ويف لينث على الالترا فايولت، تمام. بنعمل ايش؟ قياس للابسوربنس عند سيرتين ويف لينث. بيقولوا هنا من الريكومنديشن انه انت الافضل تعمل عمليه ايفالويشن للكونسنتريشن او ايفالويشن على الابسوربنس على 230 260 280، ومش غلط لو عملنا على 320. ايش ال 320 اللي هو هذا عباره عن بلانك، تسمع ببلانك يعني احنا بنصفر فيه، هذا كلام مش عايز نقاش. ليش بقول انا على 230؟ تنساش انه احنا عملنا اكستراكشن باي فينول كلوروفورم، فرب وانا قاعد باخذ السوبر نيتنت بعد ما عملت الاكستراكشن باي فينول كلوروفورم، اذا ذاكرين كان عندي اكويس فيز، عندي البلت، وعندي اللي هو الوسخ، وعندي بعد هيك ايش؟ الاورجانيك فيز. احتمال وانت بتاخذ البيبت باي بيبت ممكن تكون عندك اخذت انت في الحاله هذه شويه فينول. اذا بقول لي على 230
حيعطيك اشعار قديش في عندك بقايا فينول في داخل هذا الدي ان اي. ليش طبعا؟ لانه يعني تنساش انه الفينول لو كان عندي موجود بكميه كبيره، اعرف انه الخطوات اللي ما بعد هيك ممكن ياثر على موضوع الانزيمز رياكشن والانزيم فانكشن. اذا انا بدي اعمل ريستريكشن انزيم دايجستشن زي ما حنشوف ليتر اون، او بدي اعمل بي سي ار او ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، وهلوم ما جرى فبدنا ندير بال. الشغله الثانيه بقول لي اعمل ميجرمنت على 260 ل 280. على 260 ليش؟ بقول لي ال 260 بيعمل قياس للدي ان اي، يعني كل ما كان التركيز على 260 عالي الابسوربنس عفوا، اعرف انه في عندك محصله من هذا الدي ان اي. على 280 هي عباره عن قياس للابسوربنس للبروتين. واضح؟ قياس للابسوربنس ايش؟ للبروتين. اذا معناته انا كل ما كان القياس على 280 واطي، وكل ما كان القياس على 230 برضه واطي قريب من الصفر، معناته انا في الحاله هذه بكون ايش؟ مرتاح. ليش؟ لانه وكانه صار في عندي بيور دي ان اي، اذا الكواليتي كويسه. ها الكواليتي ايش؟ كويسه. والكوانتيتي اكيد حتكون برضو كمان كويسه، تمام نوعا ما. بتوقع عفوا مش شرط، سوري، ممكن عندي تكون كوانتيتي من خلال الحساب. ايش يعني؟ بقول لي يوجوالي هذا الكلام، يعني تقرا فيه عشان انت تحصل دي ان اي اقدر انا اشتغل عليه فور نيكست ستيب، افضل شيء تكون عندك الريشيو، الريشيو بتاعت الابسوربنس اللي حصل على 260 تو ذا ابسوربنس على 280 ما يقلش عن 1.8 × 10، ان طارت ما يعني مش اقل من 1.6 × 10، تمام واضح. يعني لو انا قلت مثلا على سبيل المثال رحت قست الابسوربنس على 260 لقيته مثلا 0.8 ولقيته على 280 0.6. الان 0.8 على 0.6 اوه ما بيطلعش 1.5، اقل من 1.5، فمعناته اعرف انه في كونتامينيشن مع البروتين الوت، واضح بشكل او باخر. احنا بالنسبه للفينول قلنا لازم يكون قريب من الزيرو. اذا كل ما كان ما بين ال 1.8 لل 2 اعرف الريشيو، يعني لو انا عندي 0.8 اللي هو الدي ان اي لكن 0.2 او 0.3 البروتين الابسوربنس تاعه، بقدر اقول مقبول كويس، تمام بهذا الموضوع. اذا هل فهمنا موضوع البيوريتي لها علاقه في هذه الريشيو، مش لازم تكون lower than 1.8 in general. وطبعا انا بكون عندي ستاندرد كير متعارف، عارفين ايش معناته ستاندرد كير؟ انه انا في عندي ستاندرد دي ان اي معروف في الابسوربنس قديش بكون، بيعطيني قيمه كونسنتريشن، والسامبل تاعتك عنده ريشيو طبعا عارفين ابسوربنس مع كونسنتريشن، ابسوربنس 1 كونسنتريشن 1 ابسوربنس 2 مع الكونسنتريشن 2 اللي هو الابسوربنس 1 اعتبره مثلا ستاندرد، تمام. وبعد هيك بصير عندنا اللي هو نوجد العلاقه من خلال هذه الريشيو ويعطيني الدي ان اي ابسوربنس. فبقول لي الستاندرايزيشن الابسوربنس على الواحد على 260 50 مايكروغرام بير ام ال، تمام. الابسوربنس على 260 50 مايكروغرام بير ام ال اذا كان واحد، فالريشيو 260 على 280 ابروكسيميتلي هذا الريشيو. الار ان اي برضه نفس القضيه، الاوبتيمال ممكن يكون 40 مايكروغرام بير ام ال اذا كانت واحد. طبعا ليش هنا الزياده عن هنا؟ لانه بتحكي هنا على دي ان اي دبل ستراند، هنا بتحكي على سنجل ستراند، تمام بشكل او باخر. والريشيو عاده ها بقول لي في موضوع الار ان اي، اذا كانت انت بتعمل ايفالويشن بعد ما عملت اكستراكشن للار ان اي، تمام، اذا انت وجدت الريشيو من 260 ابسوربنس على 280 ابسوربنس 2 وفوق، اعرف انه في عندك هنا ار ان اي اتس اوكي، تمام. اذا فوق الاثنين اوكي اعرف انه الار ان اي البيوريتي كويسه. اذا انا عملت عمليه اكستراكشن للدي ان اي، تمام، وعلى فرض لقيت الريشيو ما بين الابسوربنس على 260 على 280 اكثر من 2، تمام، اعرف انه ما زال
يوجد عندك RNA في داخل هذا الـ DNA extraction. تمام، محتاج انك تضيف RNA's enzyme على اساس انت تتخلص من هذا الـ RNA، لانه انا بديش يكون عندي RNA في داخل الـ DNA extraction. فعشان هيك انت لازم تضيف RNA's enzyme بكمية طبعا محدودة عشان تحطم لك الـ RNA، لأنك أنت بتكاش يكون عندك RNA في هذا الموضوع. أوكي، فبقول لي أنا هاي عند الـ 260 50 260 واحد الابسوربانس واحد طبعا 33 مايكرو جرام بير ام ال للدي ان اي سنجل ستراند، طبعا دي ان اي سنجل ستراند ار ان اي 40. ليش هنا 40؟ انا ممكن له علاقه في موضوع الكونفورميشن بتاع الار ان اي، باخذ سيرتن ستراكشر، فهذا الاساس اوجد عندي هذه القيمه. فبقول لي هنا لازم تراعي موضوع البي اتش. It should be noted that the low pH تمام can affect the 260 نانومتر على 280 نانومتر ratio. إذا لازم نراعي موضوع ال pH. ومهم طبعا للبيورتي تكون recommended approximately 7.5. الRNA afford a somewhat higher طبعا معروف. اذا بقول لي اذا انت بتعمل الدي ان ابسوربنس، ها ابسوربنس للدي ان اي على ريشيو اكثر من 2، اعرف انه في عندك كونتامينيشن باي ار ان اي. بقول لي انت الايسوليت الدي ان اي تاعتك هنا ممكن تحطه على روم تمبرتشر، لكن انت بتخاف تمام، بس لازم يكون طبعا افضل على الريفرجريتر، وافضل اكثر على ماينس 20 او ماينس 70، بيستمر ل 10 سنين او اكثر في الحاله هذه. عايز كنت اتحدث على نقطه هنا قبل ما انهي المحاضره. كمان احنا مش ذاكرين لما قلنا بنعمل عمليه اللي هو ايش، اذا كان عندي الدي ان اي كميته قليله جدا، قلنا موجود احنا في الابندر في تيوب بنحط عليه تي اي وبنعمل له يعني انكيوبيشن اوفر نايت على الماينس 20. الان هو موجود في الماينس 20 ديجري سنتيجريد، بعد ما انت تطلع هذا برضو الافضل انك تعمل سنترفيوج لهذا السوليوشن اللي فيه الدي ان اي اللي احنا متوقعين يكون كميه قليله جدا على برضو في ريفريجريتد سنترفيوج، افضل عشان نحافظ على اللي هو البلت نقدر احنا نشوفها في الحفه بتاعت البريسيبيتيت او البلت اللي تكونت عندي. تمام، هذا بالنسبه اذا كانت الكميه قليله بشكل او باخر. لونج تيرم ستوريز زي ما ذكرت لي انا از بيست ان ايثانول، يعني ممكن تحطه تخليه في الايثانول تمام لفتره طويله جدا على الماينس 70 تمام، سواء كان ار ان اي او دي ان اي مش قضيه، لكن الافضل احنا نضلنا في داخل التي اي عشان نكون على طول جاهزين للشغل للنكست ستيب. والشغله الثانيه اللي عايز احكيها انه دائما افصل الكميه لعده كميات تمام، على اساس انت ما يصيرش عندك لو انا راحت لا قدر الله انبوبه بديش اروح ارجع تاني، ولا خاصه لو يكون عندي هذا الدي ان اي نادر تمام، احاول احطه في اكثر من تيوب عشان ما اخسروش، لو صار له ديجريديشن اعرفه مش هنحصل ناخذ الدي ان اي بتاعنا، ومش هتقدر تحصل انه هذا يعني عباره عن الكنز من الدي ان اي اللي انت عايز تدرس فيه الناس السابقين او عايز تدرس فيه الامراض في العهود السابقه. هذه امور مهمه جدا لازم احنا نراعيها، انه دائما سواء كان للبروتين لايسيت او سواء كان دي ان اي او سواء كان لار ان اي، دائما حاول تفصل العينه لاكثر من عينه اكثر من تيوب على اساس ما يكون ستوك عندك لاي اشكاليه ممكن تحصل، ما تخربش على كل تيوب الموجود عندك، وفي الحاله هيك تفقد انت المصدر بتاعك. هيك بشكل عام ان شاء الله بنكون انهينا موضوع الدي ان اي اكستراكشن تمام في هذا الجانب. بقول لي ملاحظه كمان موجوده عندي هنا في موضوع الايزوبروبانول، احنا مش قلنا في عندنا ايثانول، بقول لي كمان الايزوبروبانول ممكن نحطه بدل الايثانول، والافيشنسي تاعته بتكون اعلى شويه من الايثانول تمام. اوكي،
ولكن السلبيه تاعته انه بيحتاج الى وقت اكثر من الايثانول لما يصير له ايفابوريشن او يصير له دراينج على من التيوب. طبعا فعادة بشكل عام بدك تراعي دائما لما تيجي تغسل بالإيثانول أو بالألكحول إنه إذا كانت الكمية قليلة جدا اعرف إنه ممكن يصيرها لوز وتفقدها في خلال عملية الغسل، لازم أنت تراعي هذه الأمور. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المرة القادمة نتحدث فيها على اللي هو الموديفيكيشن بتاعت الدي إن إيه، ونتحدث فيها على الريستريكشن إنزيمز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.